نعم. حينما نقول الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه. الإخلاص شيمة ثلاثية الأبعاد، إذا جاز بالتعبير الإعلامي أو الكاميرات أو التصوير، أو ذات بعد ثلاثي. لأن الإخلاص هو سر الأسرار في قضية الأخلاق. تمام. والمنبع الصافي لكل إذا صورت الأخلاق كبستان، لا. فسور هذا البستان وماء هذا البستان الذي يرويه ونسيم هذا البستان الذي يغذيه هو الإخلاص. لماذا؟ لماذا؟ في 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 صفات الإخلاص أو صفة الإخلاص، الصفة الأولى أن العبد نفسه لا يعرف أنه من المخلصين فلا يغتر. فلا يغتر. يرفع الإخلاص من أمام العبد المخلص حتى يصير مخلصا. الشيطان نفسه لا يستطيع. ما الفرق بين مخلص ومخلص؟ مخلص هو صنع كل شيء بتزكية نفسه وتزكية العمل. تمام. وتجديد النية أن يصير العمل لله وحده. تمام. إن أنا أغنى عن الشرك. لا. فإذا أخلص نيته هكذا أنزل الله عليه سبحانه وتعالى مددا من عنده ونورا من عنده، فيصير عبدا مخلصا، حتى يصنفه أنه بعيد عن مرمى إبليس إلا عبادك منهم المخلصين. تمام. فأول ركيزة من الركائز الثلاثية أن العبد نفسه المخلص لا يعرف مدى إخلاصه فلا يغتر. الثانية أن الشيطان لا يستطيع أن يطلع على قلب المخلص أو على الإخلاص في قلب المخلص فيفسد عليه، ما يستطيع. سبحان الله العظيم. الملك نفسه، الملك الموكل بكتابة الحسنات، لا يطلع على الإخلاص ويكتبه، لأن الإخلاص علاقة بين العبد وبين خالقه، وهذه سمة الإخلاص العجيبة. تمام. فضلتك إذن ألا يعرف أنه مخلص، أيوة. ألا يطلع الشيطان على قلبه فيفسد في فيه من الإخلاص، فيفسد الإخلاص. ولا الملك أن يكتبه، لأنه لأن أنا أصلي. الملك يكتب ركوعي وسجودي وتؤدتي في صلاتي. ما يراه من ماذا الإخلاص في هذه الصلاة لا يعلمها إلا